أصبحنا جميعا نعرف أن تناول الكثير من السكر ليس جيدا بالنسبة لنا، وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نستخدمه بكميات كبيرة، حيث وجد على سبيل المثال أن الأمريكيين يستهلكون متوسط حوالي 20 ملعقة كبيرة من السكريات المضافة يوميا من خلال تناول العديد من الأغذية خلال ساعات اليوم. ما المصدر الرئيسي للسكر المضاف في أطعمتنا وغذائنا؟ تعتبر المشروبات السكرية والمخبوزات ومنتجات الألبان المحلاة المصدر الرئيسي للسكر المضاف، وحتى الأطعمة اللذيذة مثل الخبز وصلصة الطماطم والبروتينات يمكن أن يكون بها محتوى من السكر، مما قد يزيد من السكر في الجسم بسهولة. وزيادة في التعقيد، يمكن أن يكون صعبا تحديد السكريات المضافة من فحص بطاقات التغذية، حيث يمكن أن تدرج تحت عدد من الأسماء مثل شراب الذرة أو رحيق الصبار أو سكر النخيل أو عصير القصب أو السكروز. وبغض النظر عن الاسم فهو سكر، ويمكن أن يؤثر سلبا على جسمك في نواح كثيرة. وفي هذا الفيديو سنتعرف الكيفية التي يمكن أن يعبث السكر فيها بصحتك من الرأس حتى أخمص القدمين. فلنبدأ معا. عندما تتناول السكر، ما الذي يحدث في دماغك؟ تناول السكر يعطي دماغك موجة هائلة من مادة كيميائية تسمى الدوبامين، مما يفسر لماذا من المرجح أن تتوق للحلوى في الساعة الثالثة مساء أكثر من الجزر أو التفاح، لأن الأطعمة كلها مثل الفواكه والخضار لا تحفز الدماغ لإطلاق مادة الدوبامين. يبدو الدماغ بحاجة إلى المزيد والمزيد من السكر للحصول على نفس الشعور من المتعة، ولكنها متعة كاذبة. ما الذي يحصل في مزاجك عند تناول السكر؟ يمكن للحلويات أو الكعك في بعض الأحيان أن تعطيك دفعة سريعة من الطاقة عن طريق رفع مستويات السكر في الدم بسرعة، فعندما تنخفض نسبة السكر في الدم بسبب امتصاص الخلايا لها قد تشعر بالتوتر والانزعاج. ولكن إذا استطعت الوصول إلى جرة الحلوى في أغلب الأحيان يبدأ تأثير السكر على مزاجك، خاصة بعد الساعة الثالثة مساء. ولقد ربطت الدراسات بين ارتفاع نسبة تناول السكر إلى ارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين. ما الذي يحدث في فمك عند تناول السكر؟ ربما عادت ذاكرتك إلى عمر 12 عاما، حيث كانت والدتك على حق، لأن الحلويات والكاندي قد تدمر أسنانك. فالبكتيريا الموجودة في فمك تحب أكل السكريات العالقة في فمك بعد تناول شيء حلو، وهذا بالتأكيد يدمر أسنانك. ما الذي يحدث في مفاصلك عند أكل السكر؟ إذا كان لديك آلام في المفاصل فهذا سبب مهم لترك تناول الحلوى. لماذا؟ تبين أن تناول الكثير من الحلويات قد يفاقم آلام المفاصل بسبب الالتهابات التي قد تسببها في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن استهلاك السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. كيف يؤثر تناول السكر على جلدك؟ يحدث السكر التهابات، ومن آثار الالتهاب على بشرتك ظهور آثار التقدم في العمر بشكل أسرع، حيث يرتبط السكر بالبروتينات الموجودة في الدم منتجاً جزيئات ضارة، حيث وجد أن هذه الجزيئات تساعد في تقدم عمر البشرة، حيث ثبت أنها تضر بالكولاجين والإيلاستين في بشرتك، وهي ألياف البروتين التي تبقي بشرتك شابة، والنتيجة تجاعيد وجلد مترهل. لا أعرف ما الذي يدفعنا إلى حب السكر وهو يجلب لنا هذه الويلات الصحية. ما الذي يحدث في كبدك عندما تتناول السكر؟ قد يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر المضاف إلى أن يصبح الكبد مقاوما للأنسولين. ماذا يعني هذا الكلام؟ الأنسولين هرمون مهم يساعد في تحويل السكر من مجرى الدم إلى طاقة، وهذا يعني أن جسمك أصبح غير قادر على التحكم بمستويات السكر في الدم، مما يمكن أن يؤدي إلى داء السكري
من النوع الثاني. ماذا يفعل السكر في قلبك؟ عند تناول السكر بشكل زائد يمكن أن يؤثر الأنسولين الإضافي في مجرى الدم على الشرايين، وهي جزء من الدورة الدموية لجسمك، حيث يجعل جدرانها تنمو بشكل أسرع من المعتاد، مسببا توترا فيها مما يزيد الضغط على قلبك ويضر به على مر الزمن. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وتشير الأبحاث أيضا إلى أن تناول كميات أقل من السكر يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكر المضاف هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مرتين مقارنة بمن وجباتهم تحتوي على سكر مضاف بنسب أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية. ما الذي يحدث في البنكرياس عند تناولك للسكر؟ عندما تتناول السكريات فإن البنكرياس الخاص بك يضخ الأنسولين، ولكن إذا كنت تتناول الكثير من السكر فإن الجسم يتوقف عن الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين، وبالتالي يضطر البنكرياس لضخ المزيد من الأنسولين، وفي نهاية المطاف فإن البنكرياس سوف ينهار ومستويات السكر المفرطة سوف ترتفع في الدم، مما قد يعرضك للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني وأمراض القلب والعديد من الأمراض. ما الذي يحدث في الكليتان بسبب السكر؟ إذا كان لديك مرض السكري فإن الكثير من السكر قد يدمر كليتيك، حيث تلعب الكلى دورا هاما في تصفية السكر في الدم. وعندما يصل السكر لمستويات معينة في الدم تبدأ الكلى بالسماح للسكر بالخروج عن طريق البول. إذا لم يتم السيطرة على مرض السكري قد تتضرر الكلى، مما يمنعها من القيام بعملها في تصفية الدم، والذي قد يؤدي إلى حدوث فشل كلوي. ما الذي يحدثه السكر في جسمك من ناحية الوزن؟ ربما يكون هذا ليس جديدا عليك، فكلما تناولت المزيد من السكر كسبت المزيد من الوزن. وتبين الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات المحلاة بالسكر يميلون إلى اكتساب الوزن أكثر، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين زادوا من تناولهم للسكر اكتسبوا حوالي 1.7 باوند من الوزن في أقل من شهرين. كيف يؤثر السكر على صحتك الجنسية؟ السكر قد يؤثر على سلسلة من الأحداث اللازمة لحدوث الانتصاب، وأحد الآثار الجانبية الشائعة لارتفاع مستويات السكر في الدم هو أنه يمكن أن تجعل الرجال عاجزين، وهذا لأنه يؤثر على الدورة الدموية الخاصة بالجسم والتي تسيطر على تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم الذي يحتاجه للعمل بشكل صحيح والحصول على الانتصاب والحفاظ عليه. بعد معرفتك لهذه المعلومات أظن أنه من الرائع أن تتحدى نفسك، فإذا تحديت نفسك ومر الأسبوع الأول وحافظت على نظامك الغذائي ساعتها ستشعر بالفرق، وستخبرنا كم كان هذا الفيديو مفيدا بالنسبة لك. إذا أردت أن تحصل على الكثير من المعلومات الموثوقة والعلمية اشترك معنا في قناة معرفة وأكثر، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر. إلى اللقاء.